مكبوت 14 سينطلق إلى كوكب الأمامير. مكبوت 14. كده اشتغل الحمد لله الصاروخ، بس للاسف يعني إيه؟ هنضطر نمشي على مهلنا شويه، نمشي على مهلنا عشان نقدر نمشي بالسرعه بتاعتنا العاديه. تاني يا انكل حب، وانا زهقت خالص وعايز اروح بقى. معلش يا مروه، نعمل ايه وانا بايدي؟ طب اديك يا شوف، اركن على اي حته جنب كده هات لي عصير او شوكولاته، انا خلاص زهقت. المشكله الحته دي ما فيهاش كواكب خالص، احنا عدينا الكواكب اللي فيها محلات، بس لا ان شاء الله نلاقي لي كوكب كده نجيب لك منه عصير ولا اي حاجه، بس الكواكب في الحته دي الحاجات فيها مش حلوه ابدا. طب اقول لك ايه، كمل لي ابرام عمل ايه هو ولوط. انت فاكره دلوقتي ايه اللي حصل؟ ابرام مع لوط اتفقوا كل واحد يروح حته لوحده، ولوط كان طماع واختار الاحسن. بالظبط، برافو عليك. بس بعد كده ايه، ابرام جه ربنا قال له بص انا بوعدك يا ابرام، يبقى عندك ناس كتير قوي قوي، عندك عيال كتير قوي قوي، وشعبك او يعني ولادك هيبقى ما تعرفش تعدهم زي الرمل بتاع البحر. طب هو كان خلف؟ لا ما كانش لسه خلف خالص، بس وكانت مراته فاكره اسمها ايه؟ سامية ايه؟ سراي، كان اسمها سراي. سراي. بس هما بقى في الوقت ده بقى ايه، كان عجزوا او كبروا. فسراي جت قالت له يعني انا مش فاهمه، يعني ازاي احنا ما خلفناش عيال واحنا صغيرين، هنخلف واحنا عواجيز؟ طب هو فعلا اصلا الناس العواجيز يخلفوا؟ لا ما صعب قوي انه يخلفوا. طب هما بس إيه؟ كان ايه؟ ايه؟ ربنا كان وعدهم. قعدوا ابرام قال لها لا ربنا وعدنا، يبقى ربنا طالما وعدنا هو هيحقق وعده. ويعني ابرام كان مصدق في كلام ربنا؟ تماما. راحت سراي قالت له بص خد الخدامه بتاعتي اتجوزها وجيب منها عيال. يتجوزها؟ هو اصلا ينفع يتجوز اكتر من واحده؟ زمان كان ممكن يتجوزوا كتير. وبعدين يتجوز الخدامه؟ ما دي بقى الحاجه الغلط، لان سراي افتكرت ان وعد ربنا من اي حد، بس وعد ربنا كان انه هيدي له نسل او اولاد من مين؟ من سراي. من سراي. فهي ما كانش عندها ثقه. فحتى ابراهيم قال لها ليه ما نستنى وعد ربنا؟ لا 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 اتجوز هاجر. وفعلا اتجوز هاجر وخلف منها ولد اسمه ايه؟ اسمه اسماعيل. اسماعيل؟ اسماعيل اسماعيل ده ايه؟ خلفته هاجر، بس ما كانش ابن الوعد، لان ربنا كان وعدها ووعد ابراهيم ان هما منهم هما الاثنين، يعني ابن سراي وابراهيم. لكن هي ما كانتش مصدقه. طب وانا عايزه اقول لك حاجه. طب يعني ابرام كذب. وربنا لسه بيحبه. ان سراي اخته وعد ربنا يحبه، وكمان اتجوز خدامه، وكمان كسر وعده بينه وبين ربنا اللي ربنا قال له ان هجدي لك ولد اسمه اسحاق ومن سراي. طب واكيد ربنا بقى سابه. لا لا خلاص ربنا بقى. يعني بصي كل الغلطات اللي غلطوها ابرام وسراي ربنا عاد يحبهم. ابرام يكذب، سراي ما تصدقش فيه، عاد يحبهم ربنا كده. انت فاكره ان غلطاتنا اللي بنعملها ربنا يبطل يحبنا؟ ربنا يبقى زعلان من غلطاتنا، يبقى متضايق، زعلان من الكذب، زعلان من الحاجات الغلط اللي بتتعمل، لكن عمره ما يبطل يحبنا، محبه ربنا لينا تقعد على طول، لدرجه ربنا انا لو مكان ربنا في الوقت ده كنت خلاص بقى خليك مش اتجوزت هاجر، خلي اسماعيل يبقى ابنك. لكن ربنا لا انا لسه بحبك، انا لسه عاوز اجيب لك ابن يبقى ايه؟ من سراي ابنك هو ده ابن الوعد. وهي عجوزه؟ وهي عجوزه ما فرقش معاه ربنا. هيحقق وعده، هيحقق وعده. إذا انا زي ما وعدتك احنا هنوصل، يعني قلت لك يومين ثلاثه خمسه عشرة. لا يوم في حاجه ثانيه حصلت، احنا مش قاعدين هنا عشان ما تحصلش حاجه. مش معقوله كده. لو حابين تعرفوا اكتر عن قصتنا النهارده هتلاقوها في الكتاب المقدس في الشاهد اللي قدامكم على الشاشه. مكبوت 14.